الماتش ده كان بالنسبه لنا كابوس طبعا. كابوس طبعا بجد ولا لا؟ لا كان كنت معانا في تونس طبعا. طبعا الماتش النجم الساحلي البركات لما اطرد خد الانذار الثاني وقف الماتش، خد الانذار الثاني وتوقف ماتش ضربه جزاء، حكم من ضربه جزاء تاريخيه، ضربه جزاء ايه تاريخيه. ويعني ده برضو قسم لله قدام الناس ان احنا كنا رسم، مش احنا يعني المدير مانويل معانا مع اللعيبه كنا رسمين اللعبه دي، كنا رسمينها اللعبه دي هتتلعب ازاي وهتتعمل ازاي. فبالتالي يا جماعه كل ما سيحدث خلال الاربع ايام القادمه من اساتذه كبار اهو زي ما حضراتكم سامعين، الخبرات هنا طلعوني انا بره، الخبرات هنا لا بره يا كابتن، انت رجلك كانت في الملعب. فانا بقول لحضراتكم ان الفتره القادمه الاربع خمس ايام القادمه مفيش حاجه هتحصل غير تطمين لعيبه النادي الاهلي. وبالمناسبه ده انتوا هتلاقوهم بيفخموا فيهم قوي. ايوه يعني هيقول لك عكس اللي المفروض ان هم يعملوه. الارقام القياسيه اللي منتظره الاهلي، الارقام الله ينور عليك، اللعيبه اللي داخله والجداول تتعمل في بعض الاماكن. طب ايه اللي المفروض يحصل يا استاذ؟ المفروض يحصل اولا بس بجد بقى ومش تطمينا جمهور الاهلي واعي واداره النادي الاهلي طبعا للامانه طبعا. يعني لانه يكفي اصلا انه كابتن محمود خطيب بعظمته في كره القدم طبعا عمرنا ما عرفنا طبعا على تسلسل الاهلي المعاصر بقى كابتن صالح ثم كابتن حسن ربنا يديله الصحه كابتن محمود خطيب. لا يمكن وانت عارف واحد يتكلم في الفريق ولا لاعبه ولا خطه ولا مين لعب مين ما لعبش، ده لوحده حافز. ثم انه في الاخر انت قدام كتله من الناس اللي عارفه ادوارها، وبالتالي بقى يجب على جمهور الاهلي اللي دايما واعي ان يقاوم الظاهره دي، يحفز لاعبيه انه ينتظروا طبعا، انه بينتظروا انه المهمه باتت صعبه اكثر لانه ده النهائي والنهائي انتم اهل له نعم، لكن هناك فريق اخر، هناك 90 دقيقه كامله وعلى من النهائي ده حلمهم طبعا. حلمهم ده انا هجيب بكره وبعده وبعده التصريحات اللي بيتكلموا فيها ده كلام اللوجيك. ومفيش بقى نجوم الاهلي انا ما اقلقش عليهم يا كابتن، ما شاء الله مش هينصاعوا لهذه الظاهره، وبالتالي بس يبقى كل الامال منعقده على اسوياء فعلا حوالين النادي الاهلي بقى اللي هو منظومه من الناس الاهلاويه خارج الاطر الرسميه بقى. الاطر الرسميه ما تقلقكش، ده النادي الاهلي عارف هيعمل ايه مع لعيبته وكذا الاعلام الرسمي، لكن انا ومحمود علاء واستاذ جمال لازم نقول للناس كلام حقيقي. مفيش مباريات تكسب قبل ان تلعب طبعا. هي بطوله مصر ولا بطوله مين؟ بطوله تضاف للسجل لمصر رقم واحد طبعا. هي في الشوارع الحمراء برضه حمود، لكن ده في الاخر بيدل ان الكره المصريه قويه. ما دي ميزه بطولات الانديه. ايوه طبعا تعلن عن ان الكره المصريه قويه يفوز بترجع بيها للمشهد كمنتخب. انت بترجع للمشهد مظبوط ككل حاجه هو سيطره. وبالتالي المأمول من الناس اللي بتزعم انها بتحب صناعه البلد دي وضمنها الاهلي والزمالك، لكن الموضوع النهارده الاهلي ان احنا نحفز ونؤكد ان لا توجد مباريات تكسب قبل ان تلعب.